كل ست بتدور على الجمال، في جمال ممكن تحسه وجمال ممكن تمسه. جمال الروح هدية من خالق الروح، أما الجمال اللي تشوفه العين حلو معانا في كلمتين. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في كلام. النهاردة معانا الميك اب ارتست المتألقة مارينا سلامة. أهلا بيك يا مارينا. أهلا بيك. النهاردة بصراحة يعني البنات كلها موصية على السؤال ده قوي، وهو سؤال أنا الصديقة اللي بتطلع معايا قبل أي مناسبة بساعتين، هي الحباية اللي بتخلينا متجننين قبلها ومش بنلحق نعالجها. فدلوقتي بقى أنا لو أنا عندي خلاص فرح وقبلها بساعتين ولا يوم طلعت لي حباية، أقدر أداريها إزاي بالميك اب؟ إحنا كميك اب أرتست يعني بنعرف نداري الكلام ده كويس، بس في مثلا بنات رايحة مناسبة فهي بتحط ميك اب لنفسها، فطبعا دلوقتي بقى في حاجات كتير في الميك اب، زي ما مثلا من فتره كده ظهر كونتور عشان ينحت الوش، فحاليا بقى في كوريكتور. يعني مثلا احنا بنستخدم الكوريكتور ده بيبقى نوعين، في نوع منه بيبقى لونه اخضر، ده مثلا للحبايه الملتهبه. انا مثلا عندي اي التهاب حبايه ملتهبه في اي احمرار في الوش، انا بحط عليها الكوريكتور الاخضر علشان يكنسل بس اللون بتاعها، زي ما مثلا بنستخدم الكوريكتور اللي لونه اورنج علشان الهالات، لان الهالات طبعا انا لو حطيت اي كونسيلر على هاله سودا، وفي بنات بتختار مثلا الافتح شويه الافتح علشان تعمل اضاءه، ده بيبقى غلط جدا، لان هي انا هحط الفاتح على الهالات السودا اللون هيبقى جراي، فده مش بيداريها هو الشكل بيبقى مش حلو. فطبعا في ناس كتير، في بنات كتير بتروح تشتري كونسيلر وتختار تغطيات عالية، بتقول هختار براند كويس، لكن تحطه على الهالة اللون بيبقى مش حلو. فطبعا الكوريكتور دلوقتي حل الموضوع ده خالص. الكوريكتور احنا بنحط الكوريكتور الأورنج، بس طبعا في كمان نقطة البنات بتخاف منها جدا، ان الكوريكتور ده طب انا هحط كده واللونه أورنج، طبعا اول ما بتحطه بتخاف منه جدا، فاحنا برضو بنحله بحاجه تانية، ان احنا بعد الكوريكتور الاورنج بنعمل كونسيلر بيبقى لونه اغمق من البشره، بحيث ان انا اكنسل الدنيا دي خالص. انا حطيت الكوريكتور الاورنج هحط الكونسيلر الغامق، فهيكنسل بعد كده، انا هتعامل مع البشره هيبقى ما فيهاش اي عيب. طب ده مش بيخلي البشره اغمق شويه؟ يعني بيغمقني؟ ما انا لسه بقول الخطوه الجايه، ان احنا طبعا بعد ما بنحط الكونسيلر الغامق ده كله احنا لسه ما حطناش الفاونديشن، يبقى ده كله يعتبر معالجه للبشره قبل الميك اب بقى. قبل الفاونديشن انا بعمل الاساس علشان امشي خطواتي كويسه. يعني انا مثلا اول خطوه بتبقى الكوريكتور قبل ما ابدا اي حاجه، كوريكتور اخضر على الحبايه، كوريكتور اخضر على المكان اللي فيه اي حاجه حمراء، بعد كده احط الكوريكتور الاورنج على المكان بقى ايه، مش الهالات السوداء بس، حبايه خلاص معلمه، اي علامه اغمق من البشره. لكن الكوريكتور لما بتبقى بنت، يعني مثلا لو بنت قمحيه او غامقه مش بتحتاج ان هي بتحط فوق الكوريكتور كونسيلر غامق، لكن البنت الفاتحه لازم تحط الكونسيلر عشان بيبان فيها قوي. مظبوط، لازم تحط الكونسيلر الغامق وبعد كده تبتدي بقى تحط الفاونديشن بتاعها. ده مش هيغنيني على الفاونديشن اللي هيعمل لي اضاءه خالص، لان الفاونديشن انا هحط بعديه كونسيلر هيعمل اضاءه تحت العين، ده بيبقى بقى اللون اللي انا خلاص مختاراه افتح من درجتي سنه علشان يديني الاضاءه. لكن طبعا الكونسيلر الغامق، اذا كان الكونسيلر الغامق او الكوريكتور، دي بتبقى حاجه تحت الفاونديشن. طب دلوقتي انا لو يعني الحبوب دي، لو الحبوب حيه او لسه موجوده، اثار الحبوب برضو بيبقى نفس الكلام؟ لا، اثار الحبوب انا هحط لها الكونسيلر الاورنج، هي بتتعامل نفس معامله الهالات. طب انا دلوقتي برضو انا طلعت لي الهالات السوداء دي وكتيره، برضو بيداريها تماما. ولا برضو بنحط الكونسيلر الغامق ده في الكوريكتور اللي هو الاخضر او الاورنج ده ما بتفرقش معايا في الحاجه زي كده؟ لا، هو الهالات عامه او اي لون لونه بني لازم كونسيلر اورنج. الاخضر ده لو اللون احمر، حبايه حمراء مكان احمر في الوش ماشي الاخضر. احنا برضو يا شباب حابين بس نعرف برضو كمان صور للميك اب ارتست مارينا وشغلها جميل. واحنا بنتكلم خلينا برضو نعرف، لان بنات كتير قوي عندها اخطاء في الميك اب فظيعه.
بصي، هو اول خطأ شائع في الميك اب ان انا اختار لون فاونديشن مش مناسب ليا. ايوه ده اللون اهم حاجه. ايوه عامه اي بنت لما تيجي تختار لون فاونديشن المفروض ان هي بتجربه، ما ينفعش على ايديها، هي بتجربه على وشها. لما بروح للستور علشان اشتري الفاونديشن لازم اجربه على وشي، ومش اي مكان في الوش، هو لازم المنطقه دي كده اللي هي مثلا بتبقى خلاص انا كده بين بشرتي وبين رقبتي، لان هما حاجتين مش هينفع يحصلوا. لا هينفع البنت الفاتحه تجيب لون فاونديشن اغمق منها، لان برضه هيبقى مختلف عن رقبتها، ولا هينفع انا كبنت قمحيه شويه فعايزه ابيض افتح شويه فاجيب لون فاتح، مش هيبقى المنظر مش حلو خالص. طيب انا بقى الحل البديل بقى، يعني انا عايزه افتح شويه وانا قمحويه مثلا، والفاونديشن مش هينفع، لازم اجيب الاغمق. لازم، هو انا مش بجيب الاغمق، هو مثلا عامه بختار ممكن افتح درجه او نص درجه، لان الفاونديشن عاده بيأكسد. أيوه. بيأكسد بمعنى ان انا بعد ما بحطه والدنيا تمام هو خلاص، فبعد كده بيدي لون طبيعي بقى، بيقفل يعني درجه مثلا، بيغمق درجه. فممكن مثلا هي تختار اللون اللي افتح منها سنه صغيره، بحيث ان هو لما يأكسد يعني يدي الدرجه بتاعتها الطبيعيه. لازم درجه بشره تمشي مع درجه الرقبه، لان الاختلاف هيبقى مش حلو. الاختلاف يعني البنت رقبتها غامقه هتفتح، لا مش حلو. حابين برضو نتكلم عن الصوره بتاعه، الصوره اللي ليكي دايما بحس ان انت دايما بتحبي تجربي على نفسك الاول، بحيث ان انت الناس اللي تبقى جايه لك تبقى مطمنه ان الميك اب انا حطيته على نفسي قبل ما اجي لكم. عايزه اتكلم في الحته دي شويه. عاده انا اصلا كنت قبل ما ابتدي شغل الميك اب انا كنت بحط لنفسي دايما، يعني انا ما يعني هوايه بقى من الاول. طبعا ما رحتش قبل يعني كده ميك اب ارتست، ما بحبش كده. بحب ان انا استخدم لنفسي الحاجات الكويسه، هجيبها لنفسي، هعمل لنفسي تمام. فطبعا هو خطوه ان انا اعمل لنفسي خطوة مثلا بتبقى بالنسبة للناس مش سهلة، ما انا اشتغلت على نفسي كويس. ايوه وكمان علشان اي حاجة جديدة بحب اعملها على نفسي، اجرب الاول. ايوه قبل ما اي حد يقول لك لا مش عاجبني مثلا. طب فكرة برضو انك تنقلي من نفسك للناس، يعني دايما في ناس تحس انها متعودة احط لنفسي لكن ما اعرفش ادي للناس او احط الميك اب للناس، دي انت تعاملتي معاها ازاي؟ هل كان عندك صعوبة في الحتة دي ولا؟ لا ما كانش عندي صعوبة، لان انا كنت دي هوايتي. فانا حابة ان انا اعمل كده. ففي اي بقى مكان، في اي، لا عادي تحت اي ظروف. وبعدين انا لما احط للناس اسهل ما احط لنفسي طبعا. طب كويس جدا. طب بقى ايه ده سؤال برضو مهم لكل البنات وطلب مني كتير، هو انا ايه هي الاخطاء اللي المفروض اتفاداها في وانا بحط الميك اب، لو انا يعني واحدة بحط لنفسي؟ وانا بحط لنفسي، بصي دايما لو ما عنديش خبره اختار الحاجه السهله. ايوه صح. لو انا لسه ما بقتش بروفيشنال لنفسي ان انا اعمل، اختار دايما الحاجه السهله، بحيث ان انا ما اختارش مثلا لوك عيون معقد شويه علشان اعمله وانا مش فاهمه ده ايه. صح. لان هو في ناس كتير مش فاهمه النقطه دي، ان انا كميك اب ارتست لما اجي اشتغل لاي حد ما ينفعش اعمل لوك ده دي زي دي، لازم كل واحدة بشكل عينيها بيبقى لها لوك معين. فطبعا البنات لما بتيجي تعمل لنفسها المفروض طبعا في اختيار كل الميك اب عامة الفاونديشن لازم اعرف نوع بشرتي ده بيترتب عليها، هو نوع بشرة وشكل عيون ده اساس الميك اب. نوع بشرتي ايه، فانا كده هجيب البرودكت المناسب ليا. شكل عيوني ايه، ما هو انا ممكن اشوف لوك اصلا مش اللي عاملاه مش نفس شكل عيني، فاعمله هحس ان هو طلع صعب وطلع مش حلو، فانا هحبط نفسي. فكل عيون ليها لوك معين، ليها شكل معين خاص بيها. طب دلوقتي انا يعني عشان كده بنقول يا جماعه، يعني حته كده عايزين نقولها، هي فكره ان الميك اب ارتست دي ليها تطلبات معينه او بتبقى مهمه بالنسبه لك اكتر، لانها بتبقى فاهمه اكتر منك في حته انها ازاي ادرس وشي او ازاي اتعامل مع ملامح الوش دي او اخطاء الوش دي او عيوبه. فحاجة مهمة جدا ان احنا برضو نروح للميك اب ارتست لو في استطاعتنا طبعا. بس برضو بما انك بقى معانا عايزين نستغل الكنز ده ونعرف انا بقى ازاي اعالج بشرتي قبل الميك اب. بصي اعالج بشرتي قبل الميك اب، هو اولا الاساس لازم يبقى حلو. البشرة هي اساس الميك اب. يعني انا مهم ان انا اعمل روتين لبشرتي دايما.
مش هينفع امشي. في ناس بتعمل روتين تبطل شويه بس، في بس هي مهتمه انها تعمل كده، لكن في ناس مش عامله حاجه خالص. طب زي ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي مش ماليش قوي في الميك اب والكلام ده كله، فاعمل ايه؟ تمام. يعني انا مثلا لازم افهم ان انا مثلا بشرتي لو هي جافه لازم الغسول بتاعي يبقى البشره الجافه، لان هو هيرطبها. بشرتي دهنيه بيطلع لها حبوب مختلطه، هو عامه مختلطه احنا بنتعامل مع معامله الدهنيه، فبيطلع لها حبوب او مختلطه، اعرف ان انا لازم استخدم برضو غسول مناسب للبشره الدهنيه، يعني زي مثلا بالشاي الاخضر. لازم ده للدهنيه. الدهنيه مختلطه، انا عامه المختلطه بتبقى زي الدهنيه. ايه اللي بيفيد؟ يعني هيفيدني بايه غسول الشاي الاخضر؟ اولا هو بينشف الحبوب، فهتلاقي نفسك مع الاستخدام مفيش حبوب. ثانيا هو بيعمل كنترول للدهون اللي بتتفرز من للبشره. يعني انا مثلا في بنات بتيجي تقول انا بعد ما بحط الميك اب خصوصا في الصيف، يمكن الموضوع مش بيحصل كتير في الشتاء، بيحصل لها في دهون بتفرز على بشرتها فبتسيح الميك اب. طيب دلوقتي انا يعني قبل ما نقفل بقى الفقره بتاعتنا، يعني النصايح كده ذهبيه من مارينا سلامه لكل البنات اللي نفسها تحط ميك اب وعايزه اسرار كده للميك اب. لا يعني هو اهم نصيحه طبعا ان احنا نهتم ببشرتنا، علشان بعد كده لما اجي اعمل ميك اب، لان خصوصا الميك اب السواري ده حاجه تقيله جدا. فطبعا اي عيوب الالوان، اذا كان في لون يعني بني هالات، اذا كان في لون احمر التهاب، انا هقدر اداريه. لكن طبعا في واحده عايزه في الحقيقه يبقى بشرتها طبعا ما فيهاش حاجه خالص، يعني مثلا ما يبقاش فيه حبايه بانيه باينه، فلازم ده ليه عنايه واهتم بيها اكتر طبعاً. لان الميك اب ارتست يا جماعه في النهايه مش عصايه سحريه برضو، يعني بتتعامل مع اللي قصادها. لا احنا بنعمل روتين صغير كده سكين كير قبل ما نبدا شغل الميك اب، بس طبعا ده مش هيغني كافي. لا مش هيغني عن الروتين الكامل. ده حاجة مؤقتة كده، هرطب بشرة للميك اب بيتحط. لكن طبعا غير لما بتجيلي بنوتة اصلا بشرتها ما فيهاش مشكلة ومترطبة كويس، اكيد. فده اللي بيفرق طبعا من بنت لبنت، يعني دي اهم حاجة. مشكورك جدا مارينا سلامة الميك اب ارتست المتألقة، وبعد لقائنا مع الميك اب ارتست الجميلة مارينا سلامة وشفنا صور لشغلها وكمان ادتنا شوية اسرار، نقدر نقول ان الجمال عدى الكلام في الفقرة دي، مش هنقدر نقول اي كلام تاني زيادة عن اللي قالته مارينا سلامة الميك اب ارتست المتألقة. استنوا معانا الفقرة الجاية، معانا طفلة موهوبة جدا اسمها جاسمين، هتبقى مع زملائي خالد عبد الناصر وكمان أشجان بعد الفاصل. استنونا.